انا راهي عندي هونتيه، عندي كواطي، وعندي لازين معي فيه المغرب، وذاكتين قد راهي في باسبوري مكتوب عن المغرب ما ندخلوا بيا معي. تقول لا الكذب، لا الكذب. انا قصدي، انا قصدي المعدل ضد المغرب ولا كذب. المغرب ما قعدتش تقول قد قصته، لا كذب. لا شي جاني في راسي وقمت نقوله تو. السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم. كالعادة الإخوان، دائما التسريبات الصوتية. اليوم عندنا تسريبات صوتية وعندنا رسالة لقناصلة المغرب، وبالضبط قنصل المغربي في بوردو والموظفين ديال قنصلية المغرب في بوردو، أي مسؤول مغربي في بوردو. اليوم غنتكلموا على التزوير ديال اللجوء السياسي، وعندنا شهادات حية ودلائل قاطعة دامغة كتأكد على أنه كاينين وحدين في بوردو، بالضبط من عناصر بوليزاريو، عمرهم بالمرة حطوا رجليهم في المغرب ولا شافوا المغرب ولا دخلوا عليه ولا عارفينه كيدير، وقابضين اللجوء السياسي في فرنسا، بالضبط في بوردو، على حساب المغرب. بمعنى الإخوان، مشاو لفرنسا من مخيمة تندوف، وصلوا لفرنسا، تلاقوا مع سماسرة ديال اللجوء السياسي، زوروا وثائق، كتبوا قصة فيها على أنهم كانوا عايشين في المغرب، كانوا كيتعرضوا للتعذيب من السلطات المغربية، كانوا متعتقلين في المغرب، كانوا في قديم الزيك، عديد هي الأكاذيب، وقبضوا اللجوء السياسي ركوبا على تشويه المغرب والإساءة للمغرب. وهذه فضاحة، وهذا كيزعزعنا كرامتنا كمغاربة، وكيمسنا كرامتنا كمغاربة، ولازم يتوقف. احنا كشعب مغربي وكأبناء الشعب المغربي في حرب، في حرب مع البوليزاريو. ما هي الحرب اللي راك تعرفوا، الحرب الأقساف الوهمية ديال البوليزاريو اللي وصلت البلاغ ديالها 400 وأكثر، أقسفنا ضربنا سرا، لا، هذه حرب حقيقية، وبالضبط الحرب كتخاض في فرنسا وعلى الأراضي الأوروبية. وهاد قناصلة المغرب وموظفين ديال قناصلة المغرب ومسؤولين المغاربة في أوروبا راه داخلين في حرب حقيقية. وما أدراك ما الحرب الحقيقية الدبلوماسية السياسية في أوروبا. عدد كبير من الناس وعدد كبير من المغاربة غالطين في الوظيفة ولا المهام ديال القنصل ولا السفير، كيعتقدوا على أن السفير ولا القنصل هو يشد أوراق ولا بطائق ولا وثائق راهي طبعها وكاشيها، لا غير. لا، لو كان يكون هكا تكون هذه هي خدمة القنصل. المغرب والله القسم، وتعرفوا تاريخ المخزن تاريخ عريق، ومهنة المقدم هي من أقدم المهن في تاريخ المغرب، وممكن الدولة المغربية تأخذ واحد المجموعة ديال المقدمين وديهم لفرنسا وإسبانيا ويديروا مهام قنصل، إلا كان فقط بين قوسين على أن القنصل هو مهمة دياله، هو يطبع الأوراق والسيني وكذا كذا. لا، القنصل مهنة صعبة، والرجل أو الشخص اللي غياخد هاد المهام وهاد الوظيفة ديال القنصل لازم توفر فيه واحد المجموعة ديال الامتيازات تكون فيه كفطرة. القنصل لازم يكون فيه شرطي، يكون فيه رئيس مخابرات، يكون رئيس حكومة، يكون مستشار ملك، يكون شخص قوي ذو شخصية قوية. هنا عاد نقدروا على أنه نقولوا الشخص راه قنصل فعلا، قنصل ديال بصح، ولا قادر يسير مهنة وظيفة قنصل، لأن المواطن المغربي اللي من الجالية المغربية من اللي كيقصد القنصلية ولا السفارة اللي كيقصد عدة أسباب، ماشي غير باش يطبع. أحيانا يقدر يمشي يدير يشكي، يبلغ، يعطي واحد الخبار، عدة أسباب، لأنه القنصل لازم توفر فيه واحد المجموعة ديال الخصائص، واحد المجموعة ديال الامتيازات باش يكون قنصل الشخص قاد يسير مهنة قنصل. والقنصل وموظفي القنصلية دائما كيتعرضوا لواحد الحرب نفسية وحرب مخابراتية وحرب حقيقية لميدانة وفرنسا، معروف هذا حق. بعد انا كنشكر قنصل بوردو، وكيحكوا عليه الناس ومواطنين المغاربة والجالية المغربية والفاعلين الجمعويين والحقوقيين، انه قنصل قادر على المهام ديالو، قنصل يستحق التقدير والإشادة. لهذا انا كنتمنى منكم اللي جا هالفيديو يهزوه يقبضوه ويرسلوا القنصل المغرب،
من مواطن مغربي بسيط الى قنصل المغرب بوردو. في بوردو يا سيدي القنصل كاين واحد الشخص من عناصر البوليزاريو، خلاقه في مخيمات تندوف، ولد وترعرع في مخيمات تندوف، عمرو شاف المغرب ولا عرفه ولا حط عليه رجليه. هذا الشخص كيعترف بنفسه كي غنسمعوا في هذه التسريبات الصوتيه على انه قاس اسبانيا هي اول شيء، وطلب اللجوء السياسي على اساس انه سوري كذبا، ترفض في اسبانيا ومشى لفرنسا، عاود طالب اللجوء السياسي بوردو على اساس انه مغربي كان عايش في المغرب، كان عايش في الصحراء، كان كيتعرض للتعذيب والملاحقة، وربما قال لي ما انا كتفقدي مزيك، وعذبوني المغاربة واغتصبوني المغاربة وقتلوني وداروا لي وفعلوا لي. كتعرفوا على انه كل هذا كيتكتب في قصة، يعني الشخص اللي كيبغي ولا كيطلب باللجوء السياسي كيكتب واحد القصة كيروي فيها الاسباب اللي بغا فيها هو هذا اللجوء السياسي، وكيكتب فيها شنو طراليه ولا شنو جراليه للدعوة اللي غيشكي بها. هذا الشخص عمرو دخل المغرب ولا شافه ولا عرفه ولا كان ساكن فيه ولا تزاد فيه، وشاكي بالمغرب على انه كان في المغرب، يعني وسخ لنا صورتنا عن مفوضية اللاجئين، شاكي بالمغرب، وهذه إهانة للمغرب والشعب المغربي. إلا انتم ما تحسوش بها انا حاس بها. اكثر من هذا، هذا الشخص هو احد عناصر البوليزاريو اللي كيهاجم المغرب في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا الواتساب، وانا عندي عديد هي الاوديوات ديالو كيسب المغاربه ويشتم المغاربه ويتهجم على المغرب من غير الاطروحه ديال البوليزاريو اللي كيعتبر فيها المغرب احتلال ومحتل الصحراء والمغاربه صهاينه وديك الاسطوانه ديالو. هذا الشخص اسمه المحجوب محمد ادى، المحجوب محمد ادى، كيستقر في بوردو وكيعيش في بوردو، وكيقول في هذه الاوديوات انه قبض اللجوء السياسي شاكي بالمغرب، وتيقول انا عمري مشيت للمغرب ولا دخلت ليه. اسم ديالو كما قلنا المحجوب محمد ادى، وعندي الرقم ديالو، ولدواعي خصوصيه ما غنحطش الرقم ديالو في هذا الفيديو، غنحط الرقم ديالي انا. وكنتمنى اي شخص اللي ممكن يوصل لي هذه القضيه للمسؤولين المغاربه وقناة سيرة المغاربة غنحط رقمي يتواصل معايا، انا اعطيه اسمه ورقمه وتفاصيل اكثر والاوديوهات ديالو. وهاد القضية خاصة توصل الاوف برا والسلطات الفرنسية وحتى الفاعلين الجمعويين المغاربة باش يتحركوا كاملين، الى فيكم شي نفس اتحركوا. هاد الناس راه شاكين بالمغاربة وموسخين صورة المغرب وموسخين صورة المملكة المغربية، وداعي للمغرب على أساس أنهم كانوا في المغرب والمغرب عمرهم حطوا فيه رجلو ولا عاشوا فيه ولا شافوه ولا عرفوا. هذا الشيء خاصو يتوقف الإخوان. كنعرفوا هاد الأيام مؤخرا في السنين الأخرى بوردو مبقاش فيها اللجوء، وحنا عارفين السبب علاش، لأنه في واحد الوقت من الزمن كان عدد كبير من العصابات ديال البوليزاريو اللي كتهجر بهذا اللجوء السياسي، كانوا سماسرة اللجوء السياسي كيجيبوا وحدين عندهم اوراق الاقامه في اسبانيا، وكيجي يدفعوا ليهم طلب اللجوء السياسي في فرنسا، وكيعطوهم واحد البطاقات بنكيه اللي كتخول لهم واحد الاجره شهريه كتعدى 350 اورو، ما بين 350 اورو و 400 اورو. وكانت هذه العصابة في يوم من الأيام في الحدود الفرنسية الإسبانية، مشى أحدهم أحد الجيشيات يعني جيشك ديال البنك، بقى كيجبد الفلوس في كل بطاقة وكيعمر البراوات وكيكتب السميات، حتى وقفوا عليه البوليس لقاو عنده أكثر من 40 بطاقة بنكية ديال اللاجئين السياسيين. هما عايشين في إسبانيا ومستقرين في إسبانيا، وكل اللي عنده الجنسية الإسبانية ودافع طالب اللجوء السياسي في فرنسا ومتحصل عليه، وكيتخلص من أجرة ديال 400 أورو على حساب اللجوء السياسي، وأغلبهم واخدين اللجوء السياسي بشكاية على المغرب، وكلهم راكبين على قضية قديم الزيك. هذا مرة أخرى أنا كنطالب أن هذا الشخص يتوقف ويتحاسب وتوصل الأوفبرا، ولما لا يرجعوا المخيم تندوف. نحط لكم تسريبات ديالو، وكذلك نحط الرقم ديالي لأول مرة، نحط الرقم ديالي. حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم.
انا راي عندي هونتيه، عندي كواتي وعندي لازين معايا فيه المغرب، وذاكتين قد راعي في باسبوري مكتوب عن المغرب ما ندخلو بيا معيب. ليك الناس اللي ما هي معيبه المغرب هي نكتب معيبه بوليسار هي نكتب على ما تدخل الجزائر. هذا باختصار باشي، انا اعطيك معلومات راهم غلطه باختصار لعل تعود. فعلا خلق واحد يعيب بوليساري وهو من البوليسار وعيبوه، هذا احنا شفنا ومنهم الروس. انا بعد نتكلم لك بهذه الطريقه، بغيت صدقها صدقها، بغيت صدقها الله لا صدقت، هما اللي ببساطه ولعت باقي صح تلو سوى بغيت تسوي مالي الناس تعرفني والله الناس هونتي تسوي ذاك هو باسابور راهي عندي هونتي المغرب مكتوب عندي مانقص المغرب هي معي بالمغرب باختصار معي بحقيقه. وفعلا لازيل اه انت من دوله مقلوعة منك، لكن هونتي الناس هونتي كي الالبانيين وكي الافغانستانيين وكيف شي محتلتو امريكا وشي محتلتو اخبار كوسوفو والبانيا واخبار كذا واخبار ياسر وسوريا ضريك وياسر وياسر مساء ببساطه لا تكبروا عن ذلك بهذه الطريقه. مرحبا بك وسهلا. الى قوس ما مكتوب حرب ولا مكتوبش شي من قصص من الاوراق من الكذب، وهو حتى هو باغي تبان تقيس بها بلاصه ثانيه. انا ما يفهمها قولها لي قاعد لك، انا ما يفهمك بعد باغي تقيس بها شي ثاني. ما انا قلت لك اللي شفت، انا نتكلمك اللي شفت. علاه نقول لك انا علاه من يطلع على لاودي تكلمت انا بي، انا من الناس الاولى اللي دافعهم في بوردو في هايك وصباره تقول من الناس الاولى. انا حاك انا من الناس الاولى ونعرف ياسم مسايد فهمت هذا تقول تشيك لو سبحان الله كنت حاضر ما هالنوع من كذا ما تقول تقوله. انا قلت لك شيء نقول لك شفت شيء ما هو قاعد يعرف شيء اللي يطلعون اسمهم مجاهديه ولا هم كذا شكلها يجي يكتب قصه وش وقصه صحراء من الشابين كاملين ذول في المخيم مش شابهين، وذول عدلوا ذول يعيبوا المغرب مش شابهين، وذول يعيبوا البوليسات مش شابهين تفهمت مش شابهين. يعني يقول هاك نصار نهار الاول يقول هذا انا دافع، انا نقول لك الصبر هاي دافع فيها رقم 5 ولا 6 كانت لي مرات قصتك السابقه او يلا انت راي رقم 5 هي لحقت 4000 وش ايه يعني عارف بقول بعض اللي باغي تقول انت نظرك شنو انا ما فهمت. انا مو يضغطوا بهم في المنتحيد ولا يضغطوا بهم في الرويال يا اخي، ماذا دعنوا يضغطوا بهم تركي هون تي ياسر من هاي الناس دافع على راسين ما هي الصحراويين قاع الثاني وخلق قاع واحد مرتين دافع عنه صحراوي وسووا له عن الولي شنو الولي يا طه الولي شهد الولي قال لهم الولي شنو قال لهم الولي احنا عندنا واحد يحجب ويلا انت ما سبحان الله تو الى إيه اخوان سبحان الله انت سبحان قصص عدوا يذقبوهم قاع في الكب بما عرف عنهم ولاد كذب. مرحبا بك سهل. هم اذا هو المشكلة عنهم هم يعرفوا ذاك اللي خارج وعارف عن الناس شنو تقول ولاد كذب ولاد كذب. انا قصدي انا قصدي المعدل ضد المغرب ولا كذب المغرب ما قعدت شتو قعدت قصدي لا كذب لا شيء جاني في راسي وقمت نقوله تو. مرحبا بك سهل.